سيداتنا المحاضرون السيد الباشا المحترم سيد الربع، بعد اكتمال النصاب القانوني سنفتتح اشغال الدور الاستثنائي بتاريخ 19/5/2024. جدول اعمال الدور هو الشكل التالي: النقطه الاولى الدراسه المصادقه على مشروع اتفاقيه احداث مجموعة مجموعات ضرامية داخل وحدة التوزيع. النقطة الثانية الدراسة المصادقة على تعيين منتدى واحد في المجلس لدى مجموعة الجامعات الضرامية. إن مجلسنا المؤقر ينعقد اليوم في دورة استثنائية بناء على كتاب السيد وزير الداخلية تحت عدد 964 بتاريخ مايوز 2024 حول تنزيل أحكام القانون رقم 312 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات والتي ترى فهو مخالف إطار مؤسساتي مناسب للتعاون الضرامي من أجل التقرير في شان إسناد وتدبير النفق العمومية ذات الصلة. بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بالدراسة المصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة جامعة طلبية داخل وحدة التوزيع، فقد توصل كل مستشار ومستشارة جماعية بنفس مشروع اتفاقية المتقاسمة وعليه ذكر السادة الأعضاء. تم اليوم في مقر جامعة البويرة عقد دورة استثنائية بمناسبة المصادقة على اتفاقية ديال تشكيل مجموعة جماعات ترابية، وكذلك المصادقة على انتداب عضو يمثل جماعة البويرة داخل هذه المجموعة. الدورة تخطات في الجو من التوافق والوئام اللي هو معروفة به جماعة البويرة. هذا بالتالي تم المصادقة على الاتفاقية بالإجماع، وكذلك تم انتدابي بالإجماع لتمثيل جماعة البويرة، وذلك من أجل خدمة الصالح العام. ومرت الدورة في ظروف صراحة كيف ما معتاد عن جماعة البويرة، في ظروف أخوية وتحلي المسؤولية. نشكر كافة الأعضاء والعضوات اللي وضعوا فيها الثقة، وكذلك نشكر السيد الرئيس اللي معروف بحكمته وتسيير المجلس دائما في هذا الجو التوافقي. وشكرا، نتمنى ان شاء الله اننا نفيدوا هذه المجموعه واننا نرافعوا عن الساكنه ديال جهه البويره، وكذا عن الساكنه ديال جماعه البويره، وكذلك عن الساكنه ديال جهه الداخل والذهب بشكل عام.